احنا في المغرب بديت بالراي، والراي كيرجع جزائري. لا الراي كيرجع جزائري. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعاودها لها خوتي، واش قربك للوير يا الداوديه؟ كما قلت لكم في السابق بلي مازال الرد على هذه الداوديه غادي يكون بقوه خوتنا، واليوم في هذا الفيديو غادي نوريكم شكون هذه الداوديه اللي راهي حاسبه روحها ستار واللي ما بغاتش ترفد الرايه تاع بلادنا الجزائر، يعني اللي رفضت باش ترفع الرايه تاع الشهاده خوتنا. المهم غادي تشوفوا اليوم الداوديه كيفاش كانت خوتنا، وشكون اللي كبرها وردها وين راهي دركا، وكيفاش راهي تغني بالراي تاع بلادنا وباللهجه تاع بلادنا. كثرونا من لي لايك تعليقات، اللي ما راش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبدا نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ما راش مشترك يشترك وفعل زر الجرس، وكثرونا من لي لايك وتعليقات وتابعوا معنا. بسم الله. المهم كيما راكم تشوفوا هذه اللي راهي امامكم هي الداوديه، هي اللي راهي طلع شانها اليوم وحسبت روحها ستار. هذه هي الداوديه، راكم تشوفوا كي كانت ومن البكري وهي تغني في الراي تاع الجزائر، يعني الغنى تاع حسني ربي يرحمه والداب خالد وكامل، كامل اغاني جزائريه كانت تغني فيهم وبدات بهم الشهره تاعها. زيدوا تبعوا. راكم تشوفوا اغنيه جزائريه واللهجه تاع من تاع الجزائر. الداوديه كيفاش كانت واليوم راهي حاسبه روحها حاجه كبيره. زيدوا تبعوا زيدوا. انا يخلعوني الناس ليهم، يعني بغنانا وبصوالحنا ويعايروا فينا، لا حول ولا قوة الا بالله. كابرة بينا الداودية، كابرة بينا وطالعة بينا ومشهورة بينا، ومع ذلك ترفضت باش ترفع الراية تاع بلادنا. هذه اللي ما فهمتهاش. زيدوا تبع خوتنا. المهم كيما شفتوا الداودية في اول ظهور لها عند الناس اللي هوك، يعني الداوديه كانت تتمرن وتتعلم عند الجزائريين، راك فاهم، فنانين اللي صنعوا من عندهم، ماشي اللي ينقلوا من عند الناس ولا يسرقوا. فنانين جزائريين كانوا يعلموا في الداوديه، كيما الشاب بلال، الشابه الزهوانيه، الشيخه الزهوانيه، ماشي كيما الداوديه، وزيد كادر جابوني وكامل، كي تعلمت من عندهم ولات تغني في الراي تاعنا، يعني كانت مولوعه بالراي تاع الجزائر، ومن بعد ولات تقول باللي الراي ماشي تاعنا، ولات تقول باللي الراي ماشي تاع الجزائر وتاع المغرب. عاودوا شوفوا معنا غير بداية على المقطع باش تشوفوا الداوديه كيفاش كانت، المظهر تاعها والغناء تاعها، زيدوا تبعوا. يا درا خوتنا، هذه هي الداوديه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه هي اللي رفضت باش ترفع الرايه تاع بلادنا الجزائر، يعني كيفاش كانت ولات شويه طلعت هي قالت ساي راني وليت ستار، وطلعت اعلامها هي ولات ترفض باش ترفع الرايه تاع بلادنا الجزائر، ولات تهاجم بلادنا الجزائر وكامل، يعني ما قبل كانت تتعلم عن الجزائريين. كثرونا من لايك التعليقات، زيدوا تبعوا. من غيرك ما من غيرك بعد غير يا درا خوتنا، يا درا هذه تالي الداوديه، يعني وريتكم البديه تاعها ودركا من بانت شويه شويه بانت ولو يعرفوها شويه ناس، راكم تسمعوا واش راهي تغني. هذه تاع من الاغنيه هذه ماشي تاع الشاب عاقل الجزائري ربي يرحمه. عاودوا سمعوا من البديه. هاي نقسم بالله من غيرك ما من غيرك بعد غير يا درا بغنانا وشيعات ومن بعد ولات تهاجم فينا. يا درا بلهجتنا هي جاتكم، حتى دركا راهي تغني باللهجه تاعنا، اللهجه تاعهم تاع كاكا كامل نسيتها، تاع طاطا وكاكا نسيتها خوتنا، راهي تهضر باللهجه تاع الجزائر، باسكو الراي ما يتغناش باللهجه تاعهم، يتغنى باللهجه تاع الجزائريين. زيد تبع زيد. هاي نقسم بالله من غيرك ما عنديش، من غيرك ما نبغيش، يا مولا صبور. يعني يسرقوا اغنيه تاع مغني جزائري كيما الشاب عاقيل هو اللي مغني هذه الاغنيه ربي يرحمه ادعو له بالرحمه. المهم بعد ما سرقتها زادت لها شويه كلايه ما قالت لك بلي تاعي. زيدوا تبعوا. ايوا خويا روبيش نرى
الوديه كيفاش كانت وكيفاش ولات. يعني كانت والو، ما كانتش كامل تبان، وكانت تظل تسرق في الاغاني الجزائريه، وكانت تتعلم من عند الجزائريين، ومن بعد كيبانت شويه حسبت روحها وصلت، ولات تهاجم في الجزائر، ولات ترفع الرايه تاع الجزائر. لا حول ولا قوه الا بالله. كما قال لك عمي تبون اللي شافوها يقولوا تاعنا، واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. المهم الدوديه انت اللي جبتيها بروحك، كنتي داركه كون قعدتي داركه وصاي، بصح بغيتي تبيني روحك ها راكي انفضحتي. كثرونا من اللي لايك تعليقات وزيدوا تبعوا. المهم سمعتوا واش قالت الحاجه الزهوانيه، الشيخه تاعي الزهوانيه، شكون هذه؟ شكون الدوديه خوتنا؟ اصلا راني وريتكم هذا المقطع من قبل في الفيديو، بصح حبيت نوريه لكم في هذا المقطع ايضا باش نبين لكم بلي الزهوانيه كانت تتعلم عند الشيوخه تاع الجزائر. هاكا نديروا الزهوانيه واللي ما بغاناش تعمى عينه، يعني اللي راه حاقد علينا وكامل عينيه يتبلقوا ان شاء الله. زيدوا تبعوا. اللي ما بغانا تعمى عينه نقعر رجاله، يا ولو هارنا كاع رجاله ولا جيري بارتو. راكم تسمعوا الدوديه تاعكم قالتها ماشي انا. زيدوا تبعوا. لي زارجيريا كاع حبابي هاكا نديرو، ماشي انا اللي قلت، الدوديه تاعكم العياشه. زيدوا تبعوا. الجزائر رجاله ديما فور، الجزائر رجاله ديما ديما فور، ماشي انا قلت، الدوديه بنت بلادك. زيد تبع. ناربي عاود عاود هاد اللقطه. الجزائر رجاله ديما فور، ماشي انا اللي قلت، الدوديه بنت بلادك. عياشي راك تسمع، اليوم راهي ترفض الرايه تاع بلادنا ولعبتها ستار وتهاجم في بلادنا، وبكري من كانت تتعلم سمعتوا واش كانت تقول، الجزائر رجاله ديما ديما فور. يعني ما كانت تكلم على المراركه، ما كانت تجبدهم، كانت تهضر على الجزائر رغم انها مروكيه، وكانت تظل في الجزائر. بصح كي بانت شويه يا حسبت روحها حاجه كبيره. زيدوا تبعوا. كم تشوفوا يعني هذه هي الدوديه، وهنا اللي رايح ديها الشيخه الزهوانيه، الشيخه تاعها راكم تشوفوا تقرب لها عند وجهها هاكا نديرو، اللي ما بغاناش تعمى عينه. والدوديه كانت تتعلم وترفض، بصح من بعد كي تحلبت شويه يا حسبت روحها ستار، على بها ولات تهاجم في الجزائر، ولات ترفض باش ترفع الرايه تاع الشهاده. انا بالنسبه لي الرايه تاع الشهاده ما يرفدوهاش ناس كي من هادو اللي مجاوريننا، لان الرايه هذه جابوها رجال ويرفدوها غير رجال. كثرونا من اللي لايك تعليقات زيدوا تبعوا. هنا هنا لا لا هي هي لا احنا في المغرب بديت فر بالراي، والراي هو كيرجع جزائري. لا الراي كيرجع جزائري، هي اللي راهي تقول ماشي انا. يعني من قبل كانت تقول بلي الراي يرجع للجزائر وتاع الجزائر والثقافه الجزائريه، باسكو هنا كانت عاد تتعلم من عند الشيوخه تاع الجزائر، ما تقدرش تقول بلي الراي تاعنا وتسرق، راك فاهم؟ لذلك كانت تعترف بلي الراي جزائري، ومن بعد كي تحلبت شويه قالت لهم لا الراي تاع المروك. زيدوا تبعوا وسمعوا زيدوا. بحال اغاني شاب حسني الله يرحمه، كاين بزاف يعني اللي كيفهموا كيعرفوا الراي، وشاب خالد من الجزائر، يعني حتى شاب خالد خدا الراي وعصر، يعني خدا اشتغل عليه باش يوصل العالميه بوب هاوس. يعني المهم راكم تشوفوا، يعني قالت لكم باللي شاب حسني ربي يرحمه وكمل، هي اصلا كانت تموت على الغناء تاع شاب حسني وتبغي شاب حسني، راكم فاهمين؟ ربي يرحمه ادعوا له بالرحمه. المهم الدوديه راهي تعترف باللي الراي جزائري، الدب خالد غيدوه معنا ما نديرو به، يعني كي راهو عندكم طفات الشمعه تاعه في الجزائر طلع للعالميه وطلعوه الجزائريين ماشي انتوما يا العياشه. الدب خالد غيدوه، ادوه هو ومرته هذيك المروكيه اللي سحرتها ولا مش عارف دارت له. المهم بالنسبه للشاب حسني ربي يرحمه والفنانين الجزائريين هما اللي يبينوا كيما الشيخ الزهوانيه كتعلم فيه. زيدوا تبعوا. اشتغل على لا تكنيك ديال الريتم باش يوصل للعالميه، والحمد لله الراي مشى عالميا مشى مزيان. والشعب غير راي طبعا صح؟ عندي اغاني ضاربه في المغرب العربي راي. تعرفت في الاول بالراي، حققت ذاتي في الراي، من بعد عزفت الكمانجه باول. المهم راكم تشوفوا يعني تعرفت بالراي وانشهرت بالراي وعرفت في العالم العربي بالراي، يعني في الوطن العربي واللي يعرفوها بالراي، والراي تاع من؟ تاع الجزائر، وهي اللي قالتها، هي قالتها بعظمه لسانها باللي الراي تاع الجزائر، وانا عرفت بالراي تاع الجزائر. عندي ما نزيد نقول اكثر من هاك، راهي تعترف امامكم، وهي اللي جابتها بروحها، يعني هي اللي خرجت وبدات تبين روحها، هي جبنا لها الحكايه تاعها من الاول حتى النهايه، يعني ما تلعبيش معانا، حنا يسمونا الجزائر. لي لايك ترونا من التعليقات زيدوا تبعوا. الفرق انه شاب خالد كيغني باش الاغاني يفهموها في العالميه، يعني حتى ملي كتحس بالريتم راب، كيمشي للراب كيمشي للهاوس. لا احنا الراي عندنا علاوي سونتيمونتال يعني حساس. كم تشوفوا يعني من قبل كانت تقول باللي الراي تاع الجزائر والثقافه الجزائريه وكامل، ومن بعد كي بانت شويه شافت روحها انشهرت وعارفوها وكامل،
واش وليت تقول باللي الراي تاع الجزائر هو راب وما على باليش، والراي تاعهم هو سونتيمونطال وعلاوي ومش عارف شراي يتهرد. الراي هو واحد، هو ثقافة جزائرية. بصح هي راهي باغية تفهم الناس باللي كاين الراي تاع الجزائر وكاين تاع المغرب. لا، الراي تاع الجزائر وسبقوه المراكة، هذه هي الحقيقة. زيدوا تبعوا زيدوا. ممكن نسمع نشوف ده شكله ازاي؟ لو كان معايا الاورجانيز ديالي غادي تسمعوه. طب يعني انت اختاري لي حاجة انت تحبيها. نقول للناس ان يعني اخواتنا في المغرب بيغنوا الشكل ده من الغنى بأي طريقة. اوكي ماشي مشكلة. المهم هذه قناة مصرية الدودية راهي على المباشر، وراهي عندهم خوتنا في البلاطو تاعهم، وراهي تقول باللي الراي تاع المغرب، وراهي تسرق في الراي تاع الجزائر، ومع ذلك خلوها باش تعرفوا باللي كاين قنوات كيما هادو راهم يدعموا في الناس اللي هوك باش يسرقوا من الجزائر. زيدوا تبعوا. هي كانت تتكلم مع هذا المصري باللهجة تاعهم بالمروكية، بصح كي ولات تغني ولات تغني باللهجة الجزائرية. هي فاهمين الدودية كيفاش الراي تاعكم وانت تغني باللهجة الجزائرية. زيد تبعوا. راني زيد في صبري لميمان توحشك والغربة صعيبة صبر امي امتياي وقولوا لها راني في مصر. المهم راكم تشوفوا خوتنا يعني من الجهه تهاجم فينا وبلادنا ماشي شابه وبلادنا عدو لبلادهم ومع ميسي سياحهم مكمل، بصح من جهه واحده اخرى تاكل في الخبز وتنشهر بغنانا وبصوالحنا الراي تاعنا وزاد اللهجه تاعنا تاكل بهم الخبز وتهاجم فينا. هذه هي الدوديه. يعني من قبل من ما كانش حتى واحد يعرفها، ما كانوش كامل سامعين بها، كانت تقول باللي الراي ثقافه جزائريه وكانت تعترف وكانت تتعلم عند الجزائريين. بصح دركا كي شاعت شويه بانت شويه ولات تقول باللي الراي تاعهم. قالت لك كاين الراي تاع المغرب وكاين الراي تاع الجزائر. باش الله اعلم. كثرونا من لايك تعليقات، تبعوا معنا غير واحد المقطع صغير باش تشوفوا الرد من عند الشاب الجزائري على الدوديه وغيرها. زيدوا تبعوا معنا. يكون عندك الجنسيه المغربيه مثل شاب خالد، اش ندير بها؟ ما دير بها والو. كل الجنسيه مغربيه اللي عطوني فيها كل شيء باطل. أيوة. نديها نشري بها لاكريم ونشري فيلا نشري بها لوطو. المهم كيما شفتوا هذا الرد على الدوديه وغيرها، يعني الجنسيه تاعكم ما ندوهاش، مشي تحال درابو تاعكم. سمعتوا هذا الشاب بلال، هذا واه جزائري وفحل، ماشي كيما الداب خالد وغيرهم اللي يروحوا عندهم على خاطر شويه دراهم يرفعوا الرايه تاعهم ويولوا يستخروا بهم وبالملك تاعهم ويولوا يقولوا باللي الصحراء تاعهم. راكم فاهمين الداب خالد دوك نوريكم من بعد واش داب عند الناس اللي هم. المهم كيما شفتوا الرد من عند الشاب بلال، ما عندي ما ندير بها الجنسيه تاعكم، لكن باش بها لاكريم كامل نديها. شفتوا ميساج وصل بطريقه ذكيه من عند الشاب بلال، يعني هو بين لهم باللي راه يضحك بصح وصلهم الرساله باش يفهموا باللي الجنسيه تاعكم ما عندنا ما نديروا بها، الجنسيه تاع اولاد بوسوركاع ما عندنا ما نديروا بها، نفتخروا غير بالجنسيه تاعنا الجزائريه تاع الرجال اللي حروا بلادنا. اسكو حنا دائما رجال راس السماء عند النيف، حنا ما نركعوا من بوسو ما نقولوا عاش. المهم كيما شفتوا وكيما قلتها لكم القصه تاع الدوديه مازال ما كملتش ومازال نرد عليها ان شاء الله، بصح كيما شفتوا اليوم في هذا الفيديو الرد كان بقوه. وقولوا لي عجبكم هذا الرد ولا لا، يعني الدوديه هذه اللي كانت بالامس طلابه ما كان عندها والو كي تعلمت الراي تاع الجزائر وكي تعلمت عند الشيوخ تاع الجزائر وكي ولت تغني باللهجه الجزائريه بانت شويه انقلبت على الجزائر وليت تهاجم في الجزائر وكامل. نورمال هذه حاجه عاديه خوتنا، يعني بما ان كان واحد جزائري اللي هو الداب خالد كان عايش في الجزائر وكبر بالجزائر وشاع وصل للعالميه بفضل الجزائريين كي روح للمروك ولا عدو للجزائر، يعني ما تنخلعوا ما والو لان هذه اصلا مروكيه وكانت تظل في الجزائر تتعلم في الجزائر، ادات الراي تاعنا ادات الغنى تاعنا اللهجه تاعنا، ومع ذلك كي ولات تغني وانشهرت وكامل ولات تهاجم في الجزائر ولات ترفض باش ترفع الراي تاع الجزائر، وهي بالامس كانت تتعلم في الجزائر واليوم راهي تاكل الخبز بفضل الجزائر، بفضل الراي تاعنا، بفضل اللهجه تاعنا، وبفضل الاغاني تاع الفنانين تاعنا المغنيين، كاين اللي ماتوا ربي يرحمهم وكاين اللي مازال حيين اللي سرقتهم هذه الدوديه، ومازال كاين بزاف سراقه عندهم ما يكملوش، يعني الراي قال لك كاين تاع المغرب وكاين تاع الجزائر، كون جاك بصح كاين الراي تاع المغرب، كون جيتوا تخرجوا من عندكم وتغنوا من عندكم وتغنوا باللهجه تاعكم، بصح انتم كلشي تسرقوه من الجزائر وتغنوا باللهجه تاعنا والاغاني تاعنا، يعني يسرقوا اغنيه تاع فنان جزائري زيدوا لها زوج كلامين ومن بعد يقول لك تاعنا ولحناها احنا ودرناها احنا. باش الله اعلم كيما قال لك عمي تبون اللي شافوها يقولوا تاعنا واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. جوارينا اللي هو كثرونا من اللي لايك تعليقات طلعونا هذا الفيديو وصلوه تخلوش تطيعوه
عطونا رايكم في التعليقات وتهلونا في جوارينا نلقاوهم بقوه. بلا ما نوصيكم اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل الزجاج، فعل الزجاج باش تلقوا فيديو جديد اللي نحطوه في القناه. ان شاء الله تلاقوا في حلقه جديده. سلام.